السلام عليكم. اليوم صراحة رح وجه أكيد كلمتي لمرضى السكري بالخصوص بمناسبة هالأيام العصيبة اللي عم نشهدها بوباء كورونا، لأنه بتعرفوا في كتير خبريات طالعة، وبعرف كتير من مرضاي بلشوا يخافوا وبلشوا يرتعبوا إنه هالمرض هيدا بصيب مرضى السكري بالخصوص، وممكن مريض السكري إذا انصاب فيه إنه يموت. سو أنا بدي أقول لهم أول شيء إنه ما يخافوا، ما يرتعبوا، مثلهم مثل أي مرضى عاديين أو ناس عاديين، وخصوصاً إذا التزموا باللي رح أقول لهم إياه. يعني أنا كنت على طول بشدد على مريض السكري إنه هو بده يلتزم بأكله، بده ينتبه لحركته بالنهار، وبده يلتفت إنه يضل سكره كنترول. يعني بمعنى آخر، أنا إذا أكلت مزبوط، وإذا كان أخذت أدويتي بشكل منتظم، وحافظت على معدل سكري منيح بالدم، بكون مثلي مثل أي إنسان تاني بالنسبة لريسك أو خطورة أني أنا انصاب بمرض الكورونا. سو من هيدا المنطلق أول شيء بدي طمنهم، وبدي أقول لهم مش قاعدين ببيوتنا معناتها نحن ناخد مجنة بالأكل وعدم الحركة، وهيدا يبلش يقلنا كله هيدا وهيدا كله هيدا وكل واحد يجتهد علينا. لا، بدنا ننتبه، بدنا نضلنا منتزمين بنظام الأكل، وهيدا أساسي. نحن بنعرف أنه السكر بيخفض المناعة عنا، وإذا ارتفع سكرنا بيخلينا أكثر معرضين انه نلقط الفيروس ويصير صحتنا هشة عن جد. سو لا، بدي منهم يكونوا قوية، معنوياتنا جدا عالية، ان شاء الله منعدي هيدي المرحلة سوا ومنكون جنبكم، وانا عطول اكيد جنبكم باي سؤال او استفسار بتحبوا تسألوه. بس بحب شدد انه ما ياخدنا الرعب والخوف لمحلات تنزلنا مناعتنا اكتر واكتر. مريض السكري بده يلتزم حجر المنزلة اكيد مثله مثل كل الناس، بده يلتفت لأكله، ما بده يزيد وزنه، بده يراقب سكره، وبده يلتزم إرشاداته يلي عطيها الطبيب مثله مثل أي أيام عادية. وإن شاء الله بتقطع هالمحنة على خير ومننتصر بالنهاية.